يعني من المملكة العربية السعودية وما يجري الآن بين الزعيمين إلى هناك هذا الحدث الذي ينتظره العالم. هل يشهد الاتحاد الأوروبي طلقة النهاية؟ هل يستقبل الاتحاد الأوروبي تحرير شهادة وفاته بفوز مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية التي تبرز التقارير الإعلامية والصحفية الواردة من باريس بأنها متقدمة أو تتقدم المرشحين على مقعد الرئاسة الفرنسية؟ هل يشهد العالم هذه الثورة الشعبوية اليمينية اللي بتقودها مارين لوبان في فرنسا وسبقتها في الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الأمريكية التي أفرزت الرئيس الأمريكي ترامب؟ هل يمكن أن تتحول فرنسا إلى دولة مناوئة للاتحاد الأوروبي وتخرج من الاتحاد الأوروبي؟ هذه الدولة التي كان ينادي ديجول منذ سنوات بعيدة بأن فرنسا ليس من أولوياتها أن تكون منضوية ومنطوية تحت الاتحاد الأوروبي. هل يتهشم هذا السقف الزجاجي الذي يظل كل الأوروبيين تحت مظلة اتحاد واحد في منطقة اليورو؟ هل يعود الفرنك الفرنسي مرة أخرى لكي يناظر ويناطح اليورو؟ أسئلة كثيرة تجيب عنها الساعات القليلة القادمة.